السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعادة نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم نادية، قصتي راهي بعنوان راجلي طبق الشرع وانا انتقمت مع خالو. راح تستغربوا تقولوا لي كيش درتي وش عملتي. نقول لكم درت الشي اللي قال عليه ربي كيما هو كان يدعي. نبدأ لكم من نهار تزوجت مع راجلي. كانت معاملته بزاف مليحة بحكم كنا تزوجنا عن حب، تعرفت عليه مدة 5 سنوات قبل الزواج. قولوا لي كبرتي معاه، نقولكم لا غالب. هو كان يتحجج لي بحكم ما عندوش دراهم، ما عندوش سكن، وانا كنت صابرة ونستنى غير فيه. اصلا درت غلطة معاه قد راسي، مهم راكم فهمتوني. الو كنت مجبرة اني نصبر ولازم نستناه. المهم الراجل هذا ولا يتمادى دايما يقول لي نتلاقى ونديره. الحمد لله اللي خلاصت بالزواج، استرني وكل حاجة ولات مليحة. قلت صاي تهنيت معاه، ما كانت تبخل عليا بحتى حاجة، دايما دايما تقول لي انت هي البنت اللي ما عطاها ليش ربي سبحانه. عجوزتي كانوا عندها 2 بنات، وحدة دخلت عليها واحد القطة كانت نفسها تشهرت ولا راسها غير يكبر، ومسكينة توفات بعد 3 شهور من الزيادة نتاعها. اما البنت الثانية كانت طاحت لها من فوق البنك حتى للارض على الجمجمة، ومن هذاك النهار وهي معوقة قعدت 4 شهور من وراها توفات حتى هي. لهذا كانوا قعدوا لها غير 9 أولاد اذكورة. هذا وش جابت عجوزتي. مهم كانت دايما تقول لي بلي انا العروسة اللي تدخل نديرها فوق راسي وما راهي راح تخصها حتى حاجة معايا. وهذاك اللي كان صراحة ما كنتش نلقى ابدا معاملة سيئة من عند عجوزتي مسكينة. ونهار يدخلوا خالاتها ولا عماتها فاميلتها بصفة عامة تديرني فوق راسها، وكي نجي نرفد سنيوة ولا تقول لي قعدي يا بنتي تقصري معانا، خلي الشغل هذا والله ما يخلص. كانت تبين معاملتها الزينة قدام الغاشي كاع. واحد المرة كان خالو جا عندنا جا ضيف، كان هذاك الوقت العيد الصغير فات علينا. صراحة كان بزاف شباب، هو طويل وعريض، واحد الزين اللي عطاه له ربي ما تأمنوش. وتاني كان ايام ما كنتش نشوف فيها النظارات في الاول، بالعكس كنت نحط راسي وندير الخمار قدام كامل الناس. اصلا رجلي كان يمنعني، ها لعبها باللي زعما يغير عليا، بصح هو الشي اللي كان دايره مور ظهري الشيطان وما يديروش. خلو هذا ولا يجي بزاف لعندنا بحكم هو ماشي متزوج، ولا يقول لي الى عندك اختك ولا راني رايح نتزوج بها. خفية على راجلي كان يسمع باللي هدرت معاه يقتلني. عجوزتي كنت نخبرها وما نخبيش عليها هاد الحوايج. قالت لي يا بنتي بعدي عليه قد ما تقدري، هذاك راهو نسوانجي. انا من هذاك النهار جبت روحي، ولا كل ما يجي ويحاول يداصرني ولا يهدر معايا لا نعطيلوش وجه، نروح ننشخن في شمبرتي ونسكر الباب بالمفتاح، نخليه يقصر مع اخته ويروح. مهم بعد مرور تقريبا 1.5 عام على زواجي انا وراجلي تبتلت عقليته، ولا يضربني ولا يعنفني يعايرني قدام عجوزتي. مزيان مسكينه ماشي من نوع هذاك اللي دايرتني نشاف، تقول لي الصبري الراجل عامل كيما هكذا، وما تعمريش راسك بيا تعودي تقولي حتى انا نحقرك، والله العظيم غير ما نحب عليك. وكان كل ما يجي شيخي للدار تشكيلو كاع واش كان يدير وليدو فيا. شيخي مع الاول كان يضرب عليا، يجي لعند ولدو ويقول له بلي عيب عليك واش راك دير، وخطرات حتى يقعد يعيط عليه. من بعد كي شاف بلي طبيعته هكاك خلاص كرهه ومل، ولا ما يجيش اصلا وما يدافعش عليا. قعدت غير عجوزتي، وبعد مدة قليلة من مراها حتى هي وقالت لي خلاص يا بنتي انا كبرت وما قعدوا لي مشاكل، حنزيد نزوج خاوتو الاخرين. المهم خزرت وقلتيه اخرتها نولي ونغضب في دارنا، هكذا على الاقل يولي للطريق. بصح ما كاين حتى فايدة، الغضبان هذاك اللي كنت نروح ونقعد بالشهر والشهرين في دارنا باش نربيه يا والسيد تعوج كتر وكتر. بديت نشوف التليفون نتاعو معمر بمواقع التواصل الاجتماعي. انا كنت قارية وفاهمة ونعرف هذا الشيء، اما هو كان شبعة جديدة وما يعرفش. بصح انا نعرف البيراطي، نعرف يعني ندخلو الفيسبوك ما يكونش عندي الموت باس، ندير هذيك تعرق من الهاتف وندخل. بصح هو والو مسكين، مول الجيزي هو اللي فتح له حلبو ولا يوري له في هذوك الشوفات. المهم هو كي يدخل للدار يدي كونيكتي، من بعد كي يخرج برا يعاود يكونيكتي. احفظت انا يا الفيسبوك نتاعو، وليت نشوفه دائما من عندي بتليفوني بلي راهو اونلاين، يعني كي يكون برا في الزنقه يكونيكتي غير يدخل للدار خلاص ينسى الحكايه ويلعبها ملاك طاهر. اي انا بدات توسوس
وبديت كيما اي امراه نقلب في التليفون تاعو كي يدخل يدوش كي يروح يفطر. وكان هو من النوع اللي يحب يقصر معايا يمه بزاف، يبقى معاها في الكوزينه وخطرات في لاشامبر بالثلاث سوايع، ومرات يحط التليفون يتشارجا في الشامبره، وما على بالوش باللي انا نقدر نفتح تيك توك الفيسبوك نتاعو عادي. المهم هو كي كان يروح انا وليت نفتحو وندير هذيك تاع رقم الهاتف، من بعد نحاول نديكونيكتي. المهم يومين من بعد لاحظته ولا منارفي بزاف معايا وقال لي راكي تخربي لي في التليفون. قلت له كيفاش هذا نخرب لك فيه؟ علاش؟ كاش خطرت دنيت لك ليه ولا شتني درت لك حاجه؟ خزر وقال لي مانيش نقدر نفتح كاع الفيسبوك نتاعي والتيك توك. قلت له ايه شوف انت واش راك دير. المهم اكيد هو ماهوش رايح يقدر يدخل لانه انا نكون مبدله المود باس، لهذا ولا هذاك مول الجيزي اللي قدامنا يقول له كامل العمايل اللي كنت انا نديرهم. قال له كاين انسان راهو يدخل لك الفيسبوك والتيك توك برقم الهاتف نتاعك، على هذا كل يوم تلقى الموت باس متبدل، عييت نبدل لك. المهم هو خلاص تقلق وباينه بلي انا اللي راني ندير له هادو الحوايج. بصح واش اكتشفت عليه؟ راني رايحه نحكي لكم وتتصدموا نتاع الصح. راجلي شفتو يخون فيا مع نساء واحد اخرين، ومن بينهم ما هذوك البنات نتاع التيك توك اللي ما يحشموش على بالكم يبعثوا تصاورهم، المهم يديروا بزاف صوالح حرام عند ربي سبحانه. ونورمالمون راكم فهمتوني بلا ما نزيد نفسر لكم التفاصيل. راجلي وليت نشوفه صوره سوداء، وليت نتخيل كل يوم بلي هو ما ينحشمش، وليت نعيف اني نقعد معاه دقيقه. بصح كي نروح لدارنا ونغضب ونشتكي ليما كيف كيف، تقولي روحي لدارك والصبر يا بنتي، احنا ما عندناش حاجه يسموها الطلاق. المهم الغنيه اللي تغنيها اي مره لبنتها الصبري، المره اللي شبعت مرار ما دارت الدار. بصح انا باش نشبع مرار على راجل كيمان هذا؟ غير هادي اللي ما غناوش عليها. المهم بديت نخطط ونفكر باش ننتقم منه اشد انتقام، وتانيك دعيت له وصليت لربي سبحانه باش يبعده على هاد الطريق. بصح والو، مهم الصبر نتاعي كان نفذ وما قدرتش نزيد نتحمل اكثر. وفي هذوك النهارات اللي كان الضغط نتاعي انا طالع، يجي السيخونة ويصدمني بحاجه ويقول لي بلي راني حاب نعاود الزواج. انا تم كانت صدمه كبيره كبيره في حياتي، تقبلت كلش من عنده. نقدر نقول لكم يدير الحرام مع مرة واحدة اخرى نورمال، بصح باش يعاود عليا الزواج هذه اللي ما نتقبلهاش. حتقولوا لي انتي مهبوله وما تعرفيش صلاحك، نقول لكم لا غالب، الا كاين مرة تقبل المراه الثانيه وروها لي. كي قال لي هكذاك انا رحت لعند عجوزتي نجري مصدومه وغير نبكي. قالت لي واش بك يا بنتي؟ قلت لها وليدك راح يدير عليا دوزيام فام. عجوزتي بعد مده قليله وهي تدير في لونكات عليه اكتشفت باللي وليدها غلط مع هاد البنت، وتانيك داير علاقات واحد اخرين. حسراه عليا، واش نحكي لكم واش نخلي لكم؟ السيد مخنزها من كل جهه، ولا كل مره يجي يقولها راني حاب نتزوج بهادي خلاص راهي رفدت بالكرش. جا هذاك النهار اللي خرج من الدار، اصلا حنا ما كناش موافقين، كي انا كي يماه خرج وما زاد بان عليه حتى خبر. عجوزتي وانا قعدنا متحيرين، خفنا لو كان يكون كاش ما صرالو، سرتو بالمشاكل اللي كانوا يصراو من قبل. بصح السيد خلاص اكرم من جهه واحده اخرى وتزوج بواحد المراه، وزاد تزوج بالثانيه والثالثه. المهم المراه اللي كان يخرج معاها ويضيعها راهو رايح يسترها ويتزوج بها على اساس يطبق الشرع. وتانيك واحد الخطره قال لي بلي ما سحقش لا سينياتور نتاعك، انا عندي معرفه في البلديه وكل وحده ندير لها كارني نتاعها. مهم انا ما كانتش تهمني حاجه يسموها الكارني، وما كان يهمني والو يا خياتي من غير القهر والموس اللي ضربني به في ظهري. اكيد بعد ما سمعت براجلي عاود زواج مع ثلاثه نساء واحد اخرين استغربت، وليت نقول منين جاب الدراهم؟ السيد كان راقد عليهم، كان عنده دراهم كبار مخبيهم وما حبش يدير لي دار. لا وليت نخمم باش نطلق ونخرج من هذيك الدار. عجوزتي قعدت شاده فيا وقالت لي قلت لك انتي بنتي اللي ما جابتهاش كرشي ومستحيل نخليك تخرجي منها، هذوك يسموهم بنات الزنق، خلي يقعد كاري معاهم، انتي راكي هنا في دارك وان شاء الله ربي يفتح عليك بصغير، راكي راح تونسي بهم وتنسي كامل هذا الراجل. قلت لها ندب عليه، انا لو كان يعاود يولي للدار ولا غنقتلو نورمال، اصلا هو ما كانش يجي يطل غير على يما، خاف مني على بالو بلي نغسلو غسيل الدواره. المشكله انا علاش كنت قاعده تما؟ لانه والديا كانوا رافضين الفكره نتاع الطلاق، وعجوزتي من جهه واحده اخرى كانت شاده فيا بعشرة يديها. خالو ولا يجي بزاف للدار خاصه منين شاف بلي راجلي ماهوش تما. اختو كانت حكات له بلي عاود زواج مع ثلاثه نساء واحد اخرين. المهم الحكايه اللي قلتها لكم،
بعدها انا ديت النيميرو تاع التليفون نتاعو خفيه على عجوزتي، عيطت له من عندي وكان هو رفد عليا وما عرفنيش. من بعد كي بديت نعرفه بروحي بدا يجي معايا في الخط ويقول لي ايه نقعد معاك وفي سريه تامه وواحد ما راهو رايح يفيقنا. وزيد نقول لك حاجه، الا طلقتي من عند ولد اختي انا اللي راني رايح نتزوج بك وما على بالي بحتى واحد. اصلا انا ما عندي حتى واحد، كشغل راني مقطوع من صجره، اختي هذه راني نجي نزورها غير هي اللي قعدت لي. وكان خبرني باللي العائله نتاعهم تشتت بسبب مرت خوهم اللي دارت لهم سحر وفرقتهم كامل. المهم حكى لي بزاف حكايات على العائله نتاعهم، وتاكدت من عند عجوزتي بطريقه غير مباشره، كنت كل مره نسقسيها على حاجه وتاكدت من صدق الكلام نتاعو، وقال لي باللي انا عندي ارض بصح وشنو مازال ما بنيتهاش، راني كاري في واحد البارطما في ولايه واحده اخرى وثما مستقر ونخدم، نحب نروح نحب ما نروحش راني ضامن بلاصتي. المهم انا يا وليت نفكر مع روحي ونقول ايه وعلاش لا لا، وانا يا راني نخمم نطلق بصح ما على باليش وين نروح، دارنا ما يستقبلونيش. المهم بعد دواس كبير صرا في دارنا كنت قررت باش نطلق من عند راجلي، وهو ما صدق ما امنش، اصلا غير طلقني منه راح جاب المراه الثانيه اللي كان تزوجها وجابها ثم، وهذا عرفته عن طريق خالو اللي كان مازال يجي لهذيك الدار، ما حبش يبين باللي كان يجي على جالي. ايام من بعد قطع رجلو كامل وقال لي واش رايك لو كان نجي نخطبك، قلت له ايه انت الوعد نتاعك وراك قطعته عليا وانا ماذا بيا توفي به، ما قعدت ليش حيات في دارنا، راك شفت المعامله كيفاش يعاملوا وحده تكون مطلقه. المهم هو كي جا خطبني جا وحده، كي هضر معاه بابا شوكاه، كي دخل فيه هذاك النهار وجهه مقلوب ناضت القيامه. من بعد انا ضربت عليه الطابله خلاص وليت ما نتحملش المعامله السيئه نتاعهم، قلت لهم انتوما راكم حابيني نتزوج اي طريقه، اي جا خطبني خالو علاش نرفض، السيد راهو عنده دار وحده وخدم ولاباس به، وكنت قلت لهم علاش راكم ترفضوا فيه وتعاملوني في نفس الوقت بهذه المعامله. اي بابا خلاص ضربني فيها داك النهار عوج لي رقبتي، يما مسكينه ما جات تجبدني منه بالسيف. من وراها كانت يما دارت معايا واحد القصره وقالت لي هذا كيفاش تعرفتي به وعلاش ديري كيما انا هكذا، واسك راجلك على باله ولا لا؟ قلت لها واش من راجل، قولي لي طليقك ما تقولي ليش راجلك، السيد هذاك كان مشربني المرار، تخيلي انت بابا يعاود عليك الزواج بثلاث نسا كيفاش راهي رايحه تكون ردت فعلك. المهم تعاطفت معايا وشافتني كيفاش كنت نبكي خلاص العروق نتاع الجبهه نتاعي حسيتهم راهم رايحين يخرجوا. كانت قبلت وقنعت بابا باش هكذا نقبلو بهذا السيد، وزيد راهو مقطوع من صجره، واصلا انا علاقتي مع راجلي خلاصت، ما عندي حتى طفل ولا طفله يربطوني به، وهذاك اللي كان. بعد معاناه كبيره كان والديا قبلوا بخال طليقي باش يجي يخطبني ويتزوج بيا، بدا بالعقل بالعقل يبني في هذيك الدار اللي درنا من تحتها كراج كبير درناه صال ديفات. اما بالنسبه للطابق الاول راني ساكنه فيه انايا، صراحه من الناحيه الماديه راني عايشه بالطبع مع هذا الراجل، بصح واش اكتشفت عليه كيما قالت لي عجوزتي فوتوكوبي، قالت لي باللي تاع نسيوات هما يطلق حتى مرا اللي يلقاها يلصق فيها. المهم انا راني خايفه غير يعاود عليا الزواج، باللي حنايا اللي تقتلنا قلوبنا هي الضره، ها تتقاسم معاك كلش. مهم راح تقولوا لي انتي طماعه ما تسويش ما تحشميش، نقول لكم اي حاجه قولوها نتقبلها، هذه هي قصتي اليوم، حبيت نحكيها ونفرق قلبي ونقول لكم باللي كاين رجال ما يستاهلوش ابدا انك تقعدي وتعيشي معاهم. شوفوا واش صبرت واش تمحنت والسنين اللي قعدتهم معاه، مع الاخير تزوج وتزوج بثلاث نسا يا ناس، ما دارش عليا دوزيام فام برك وقاهرني من ابسط متطلبات الحياه. الحمد لله اللي ربي ما رزقنيش معاه بالدراري، على بالي بلي راح تتسائلوا وتقولوا لي نهار عرف طليقك بلي راكي متزوجه مع الخالو واش دار، نقول لكم ما دار والو، صدقوني قلبه ميت وبارد ما خزرش مام با فيا. المهم خالو هذا كان عاداه وما ولاش يهدر معاه، اما بالنسبه ليا ما دار لي والو، اصلا راهو مطلقني. هذه هي حكايتي وقصتي، حبيت نحكيها لكم باختصار شديد بالك تدو منها العبره، في نفس الوقت بالك تعرفوا صنف الرجال كيفاش دايرين، باللي ما فيهمش امان ابدا الا من رحم ربه، يعني في المية راكي راح تلقاي خمسه ولا سته رجال يصلحوا. هذا ما كان، ربي يجيب الخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.